جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 442 عنصراً إجرامياً بنطاق 16 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، سرقة، مخدرات، شروع في قتل. وضبط معهم 255 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 49 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 807 قطعة سلاح ناري، أبرزها 117 بندقية و80 بندقية آلية و77 مسدساً و530 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، إضافة ل 1146 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 486,571 حكماً قضائياً بإجمالي 36,592 متهماً، من بينهم 1930 حكم جناية و175,000 405 حكم حبس و243 128 حكم غرامة و66 108 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 8 تشكيلات عصابية ضمت 21 متهماً قاموا بارتكاب 46 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 66 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 93 متهماً، كما تم إعادة 7 سيارات مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1520 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1704 متهماً وبحوزتهم أكثر من 713.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يقرب من 583.5 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 94.5 كيلوغرام، إضافة إلى ما يقرب من 15 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 19,984 قرص مؤثر و 14,804 قرص ترامادول مخدر و 9,303 قرص كيبتاجون مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 135 مليون جنيه. كما تم ضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 28 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.